زهر تفتح بالهدى، كليم تقطر كالندى، قبس من النور بدا، فرسان من بر أحمد، فرسان حرف أسرج، خيل الخطابة مصعدا، نشء يفاخر موطني بعطائهم طول المدى. نهج من الإسلام فكرا أوسطا ومسددا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله أمر خيرة خلقه بالاستقامة، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله، جعل الاستقامة سبب الفلاح والنجاح والتقدم والإمامة، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستقيموا على دين الله، اتقوا الله جل في علاه، واستقيموا على دين الله قولاً وعملاً. يقول ربنا جل ربنا في علاه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: أي على شهادة أن لا إله إلا الله. ويقول أبو العالية: ثم استقاموا، أخلصوا له الدين والعمل. فما لهم يا رب، ما لهم يا ربنا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم، وانتبهوا يا معشر الشباب ولا تتبع أهواءهم. ولما طلب الصحابي الجليل من حبي وسيدي ومؤدبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبره بعمل عظيم، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. فاتق الله واستقم يا عبد الله، فإذا خلوت بريبة في ظلمة فاضرع لربك بارئ النسمات، واستغفر الله العظيم معظما مستغفرا بالذكر والآيات. فإذا خلوت بريبة في ظلمة فاضرع لربك بارئ النسمات، واستغفر الله العظيم معظما مستغفرا بالذكر والآيات. فوالله ثم والله ليس مستقيما أبدا من جعل الحسن للناس وادخر القبيح والذنوب والمعاصي لنظر الله جل في علاه. ليس مستقيما أبدا من جعل الحسن للناس وادخر القبيح والذنوب والمعاصي لنظر الله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. زهر تفتح بالهدى، كليم تقطر كالندى، قبس من النور بدا، فرسان من بر أحمد.
لسان حرف أسرج خيل الخطابة مصعدا نشأ يفاخر موطني بعطائهم طول المدى نهج من الإسلام فكرا أوسطا